معايا، رأيك إيه في الأغاني الجديدة ورأيك إيه في الموضة الجديدة زي موضة ويجز والموجود دلوقتي؟ أنا ما بديش رأيي في ولا أبداً. طب أنت شايف الأغاني دي هل أي حد له جمهور هو فنان، بس ده القاعدة ما نقدرش نقول لا أصله ماليش دعوة، ده زميلي وفنان لأن له جمهور. ده اللي أنت بتتكلم عليهم أي حد بيعمل راب ولا بتاع ولا فن بيحضر له آلافات، فأكيد إنه فيهم حاجة كويسة. انت كنت احد مكتشفي احد اللي اكتشفوا عمرو دياب، ايه سر تربع عمرو دياب على القمه لحد دلوقتي؟ اسرار كتير، مش سر واحد اللي مش هيكفي يعني. حاجه صغننه، اوعى حد يقول لك حاجه وحشه وترد عليه، رد باغنيه ناجحه.